واليوم رح ناخد الجزء أخذنا إحنا مظاهر المرونة النفسية، حكينا عن صفات الأشخاص اللي بتمتعوا بالمرونة النفسية، وكمان في عنا هون وصلنا لعمليات المرونة النفسية. من عمليات المرونة النفسية أعزائي اللي هي إن إياها إنه المرونة كعملية هي عملية بتساعدنا على إعادة النشاط بعد ما نكون حسينا حالنا إنه إحنا تعرضنا إلى مثلاً موقف، حدث، إشي مثلاً غير صار، إشي ضايقنا، يعني خبطنا هيك من جواتنا نفسياً. فبتلاقينا إحنا المرونة كل ما كانت عنا كل ما خلتنا نرد نرجع نستعيد نشاطنا ونتشافى مرة ثانية. المرونة كمان هي كتعلم، يعني المرونة ممكن إنها كمان هي عبارة عن مهارة، وممكن هاي المهارة كمان إنه إحنا نتعلمها. وهذا الحكي يعني أنتوا صرتوا عارفينه إنه أنا ممكن إني أنا أتعلم المرونة زيها زي أي سكيل تانية، بس ولكن بدي أفهم شو هي، وين بتفيدني، كيف بدي أبلش مثلاً إني أنا أفعلها عندي بحياتي، حتى إنه أنا بالنهاية أوصل للإشي اللي أنا بيريحني من ناحية إنه ما يكون هذاك الضغط النفسي اللي موجود علي المستمر واللي بيرجعنا كتير لورا. المرونة كمان هي إعادة تكامل، يعني إعادة تكامل وإعادة تكامل مرن، يعني أنا بيصير في عندي إعادة تكامل للأشياء والمقومات اللي بتكوني وبتكون شخصيتي. برجع كمان يعني أقوى، برجع يمكن أقدر على مواجهة المواقف المشابهة في المرات القادمة، لأنه أول إشي صار عندي خبرة، تاني إشي في عندي مقومات سليمة أنا اشتغلت عليها، بنيتها، تعلمتها، وعمالي بوظفها بالمكان المناسب وبالوقت المناسب. في عندك كمان هذا إعادة التكامل، في عندك إعادة التكامل يعني إنه بترجع بتعيد تكامل نفسك، في متزن قبل التعرض للتصدمات والضغوطات، وفي عندنا إعادة تكامل بيكون غير كافي، هلأ رح أشرح لكم إياه، وفي إعادة التكامل اللي هو هي المضطرب وظيفيا. هلأ إعادة التكامل اللي المتزن، يعني عادة الناس قبل ما يعني اللي بيكونوا في عندهم معرفة، في عندهم خبرة، في عندهم دراية، وبينتبهوا لنفسهم لذاتهم وبيقووا حالهم، دائما بيكون في عندهم حتى الميكانيزمات الدفاعية شغالة قبل التعرض للضغوطات، بيكون مهيئ حاله الواحد، يعني بهيئ حالي إنه ممكن أهلي يمرضوا، بهيئ حالي إنه هم أهلي هلأ كبار مثلاً، بهيئ حالي إنه بطلع حولي بشوف إنه هذا الإشي هو اللي بالحياة، هيك الحياة، مش إنه يعني خلص بنعزل أو بحقد أو بقول إنه ليش هيك عم بيصير معاي، ليش أنا بس لحالي. بيكون الواحد زعلان وبيكون الواحد متضايق، ولكن في عنده معرفة بأنه لكل عمر في عمر، يعني بوصل الإنسان الكيرف تبعه بينزل، يعني برجع هيك بينزل بهبط، وبيصير في نوع من الأمراض اللي بتكتر نتيجة المرور بالفترة الزمنية هاي أو العمرية. فكلنا بتطلع على أهلك مثلا، يعني هاي مثلا هلأ من الشغلات اللي أنا بشوفها إنه مثلاً أمي ما كانت هيك أو أبوي ما كان هيك، كان في قوة أكتر، يعني هلأ كمان كبار السن في عندك إشي اسمه قلبة التمانين، يعني لما يوصل الواحد لعمر التمانين بيصير في تدهور، يعني بيصير في تدهور أي إشي، أي عارض ممكن إنه يأثر على الناس أو أحبابنا اللي حوالينا. فأنا كيف مثلاً كابن أو كابني أو كشخص بمحيطهم، كيف بدي اتعامل، كيف بدي اعيد التوازن لنفسي؟ هلا انا لازم اعيد التوازن لنفسي، لانه في عندك انت واجبات وفي عندك مسؤوليات، بدك اذا انت انهارت هم انهاروا، شو بده يصير؟ لا غلط. فهون ضروري يكون اعاده توازن مرن، حلو هاي الكلمه، واعاده توازن يكون كمان متكيف مش غير من متكيف، يعني كيف زي ما بنحكي بنقول انه انا بعرف عن المرونه النفسيه كمهاره واخذتها وهذا، بس انا مش متقنتها، مش واصل لمرحله الاتقان، لاني انا وقت ما بتصير عندي المشكله كيف بدي ارجع اضبط حالي، كيف بدي ارجع اعيد حالي واعيد توازن نفسي. لازم يكون كافي حتى يخليني للماكسيموم اوصل لنوع من التوازن النفسي
عندما أتعرض لأي موقف من المواقف اللي بحياتي. إعادة التكامل المضطرب وظيفيا، شو يعني مضطرب وظيفيا؟ يعني أنا عندي إعادة تكامل مفكرة إنه عندي مرونة نفسية، لكنها وظيفيا ما عم بتأدي الواجب اللي مطلوب منها، ما عم ترد ترجعني مرة تانية، في اضطراب، في إشي في إشي أنا لسه مش حاللته بدي أشتغل عليه، في إشي بدي أكون. هلا أنا يمكن عمالي بحكي بجزء أنت تقوله صعب دكتورة، الإشي اللي بدي إياه منكم أنا أو نفهمه من غير هالكلمات هاي كلياتها، إنه أنا المرونة بتفيدني بحياتي هاي هلأ اللي أنا عايشيتها، وبالظروف والمواقف اللي ممكن إنها تخلي الإنسان يتراجع نفسياً لورا. وإنتوا شايفين الوضع اللي إحنا فيه هلأ، كلياتنا عم نحس حالنا إنه في مرات بنكون قوايا، مرات بيجي إشي بيكون أقوى منا بكتير. هلأ هذا الإشي اللي أقوى منا بكتير، إحنا كيف ممكن إنه نتعامل معه؟ كيف ممكن إنه نحس حالنا إن إحنا قوايا مرة تانية، وإنه نود نرجع عشان نرتاح، بس يعني على الأقل نرتاح نريح الناس اللي حوالينا. وفي بعض المواقف تتطلب منا إنه إحنا يكون في علينا مسؤوليات. إذا إحنا ما كنا هالقد متماسكين مع حالنا، هلأ لاحظوا بقلب العيلة في ناس بيكونوا متماسكين، في ناس ما بيكونوا متماسكين، في ناس بيكونوا تغري خلص بيتوتروا بيصيروا صرخوا، ناس ما بعرف شو بصير فيهم كذا هيك، هاي وسائلهم الدفاعية اللي موجودة عندهم. هل هاي الوسائل الدفاعية متزنة؟ هل هاي الوسائل الدفاعية بتختصر عليه وقت وجهد؟ هل هاي الوسائل الدفاعية ولا بتعيق ولا بتأخرني يمكن يومين، ولا في ناس عنده توازن وتكامل بحيث انه خلص تك 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 بتبع التعليمات بتبع الإجراءات خلص انتهينا. لازم يكون مش مضطرب وظيفيا، يعني أدي وظيفته للآخر بحيث انه يخلصني من الوضع الضاغط اللي انا عمالي بعيش فيه، وبدي اطلع اشوف انا ليش عم بنجح ليش ما عم بنجح، هو متكيف غير مش متكيف، مناسب مش متناسب. هذه كلياتها عبارة عن مكنزمات دفاعية لازم أنا أنتبه لها. هلأ شوفوا أنماط المرونة النفسية والتعامل مع الضغوطات. هلأ فيه لنا استجابات. هلأ تذكروا بالنظرية السلوكية لما حكينا إنه إحنا في عنا مثير بتعرض له العضوية سواء إنسان أو حيوان أو أي إشي بده يستجيب لهم، ما الكائنات الحية. هلأ كيف تستجيب؟ استجابتها للموقف اللي أنت بتعرضها إياه. هلأ استجابتنا إحنا كبني بشر للمواقف الضاغطة اللي ممكن إنها نتعرض لها، مرض عزيز، فقدان عزيز، خسارة عمل، ضيق نفس التعامل مع الـ مع الـ مع الـ مع الأفراد اللي حوالينا، عدم فهمنا طفي المايك عزيزي أو لتصرفاتهم، هذا كلياته ممكن إنه يأثر فينا وممكن يخلي يهز التوازن تبعنا. هلا استجابتنا احنا هي كمان في لها دور. يعني هلا لما نطلع على الاستجابه اللي احنا بنعمل يعني بتطلع منا هاي الاستجابه بدها تغير. ليش احنا بنقوم باستجابات؟ ليش بنقوم باستجابه لاي موقف؟ مثلا صار عندنا موقف على سبيل المثال مرض حدا مثلا، اذا مرض ابنه، مرض ابوه، مرض امه، او هو نفسه، كيف استجابتي انا اتجاه هذا الموقف الضاغط على درجات اللي يعني على سلم درجات للأمراض من شدتها لمتوسطها لخطورتها مثلا على سبيل المثال؟ كيف أنا بستجيب نحو هذا الموقف الضاغط؟ هل بظهر مرونتي النفسية بحيث أني أنا بيكون في عندي طرق بشوف أوكي زعلت أو توترت عشان أرجع أعيد هيكلت نفسي مرة ثانية من أول وجديد؟ شو استجابتي؟ هلا استجابتي انا اللي بدي استجيبها هي بالاساس يفترض انها ما تزيدني توتر، يفترض انها تغير لي الوضع اللي انا فيه، يفترض انها تخلصني من التوتر وتعيد التوازن النفسي عشان اقول الحمد لله ارتحنا شوي، هدينا شوي. هلا الاستجابات في بعض الناس في عندهم استجابات، هاي الاستجابات بيكونوا متنبئين او متوقعين لا بعض الاحداث. كيف انا عم بحكي لكم؟ بقول لكم انه الحيوانات تمشي هيك، يعني اليوم اسبوع مشينا تمام، او ممكن مر علينا 6 شهور تمام حلوين تمام امور، لكن ممكن انا اعيش بموقف ضاغط وفيش اصعب من هالمواقف الضاغطه اللي احنا عمالنا نتعرض لها هلا. يعني من التلفزيون بتفتح تتوتر، من المكان
اللي أنت متواجد فيه قاعد عمالك تدرس ممكن تتوتر، المحي المحيط الجيران كله في توترات. هاي التوترات والضغوطات مرات إحنا بنلاقي حالنا بالمواقف العادية، إحنا لا مش بموقف عادي على فكرة، بنلاقي حالنا أوكي عطينا حقه انتهينا خلصنا يلا ترمي وظهرك وضلك ماشي، تستجيب أو بتستعد أو بتقول لا أنا هاي المرة كنت مستعدة هاي المرة مش مستعدة مشان هيك صار معاي، بتحلل بتتفكر كمان. لكن مرات يعني إحنا هلأ الوضع اللي أنتوا فيه وإحنا فيه أعزائي واللي أهلينا وأحبابنا كل الناس والمؤسسات اللي إحنا مشتغل فيها وكل إشي، في إشي غريب، في إشي ضاغط كتير، في إشي فاق قدرتنا. هلأ هون إحنا بدها تظهر موردنا النفسية وطلبتنا النفسية، بده يبين علينا كيف بدنا إحنا نكون نعيد التوازن لنفسنا بحيث إن ندير الضغط والسترس هذا اللي عماله بيولد عنا التوتر بطريقة، هاي الطريقة خلينا نسيطر على حالنا أولا ونسيطر ندير اسمها إدارة الضغط، يعني استراتيجية إدارة الضغط. طب أنا دكتورة من وين بدي أجيب استراتيجية إدارة الضغط؟ ما بعرف، لا بدي أشوف. أول إشي لكم أعزائي بيهدي الواحد إنك أنت تقول شو اللي مطلوب مني أعمله، تحكي مع حالك شو اللي مطلوب مني أعمله حتى أدير الموقف الضاغط. بجي زي كأنه تخيل صندوق أدوات، بجي بقى صندوق الأدوات إشي لإدارة الضغط، بمسك هاي المفتاح وهي الزرفيل وهي المفتاح الإنجليزي وهي يعني شو عندكم عدة أدوات عدة بالبيت، أعملوا عندكم صندوق للأشياء اللي بدها تخلصكم من الأوضاع النفسية. إحنا أدواتنا بوضعنا الحالي المعرفة بما هو مطلوب منا، شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، شو بدنا نقدم، شو التعليمات، شو اللي مسموح شو اللي مش مسموح، الهدف بالآخر إنه أنت مثلا على سبيل المثال تتخلص من الوضع الصحي اللي بدك تمر فيه. طيب أوكي مطلوب تطعيم، يلا وين أماكن التطعيم؟ هاي سمعنا مبارح إنه الأطباء بدهم الأطباء والممرضين كلهم لا بدهم يتوجهوا على المراكز الصحية لأنه يفترض إنه هم بخط الدفاع الأول يكونوا أخذوا التطعيم. فهلأ كله يعني حتى مفهوم الناس يعني كان كل إشي كمان بالنسبة لنا كله مشوش، يعني استجابتي أنا للتطعيم بيجي بقول لك لا تطعيم ما بعرف شو بسوي، أشوف الدراسات أشوف كذا، هلأ بيطلع لك لما بيطلع المسؤول بقول لك الصحي إنه روحوا يعني أسوأ، إذا كان أسوأ إشي التطعيم فهو أسوأ الأحسن، أحسن الأسوأ، مش عارف كيف حكى هذا الدكتور. يعني هو هذا الخيار على الأقل كحماية لعملنا إشي شيلد درع إنه نحاول ما أمكن إن إحنا نأخذ بالأسباب. فبظن إنه حتى وجهة نظر الناس اتغيرت لأنه الناس الأمانة بتستجيب بطريقة إنه أنا كيف ممكن إني أخلص حالي وأخلص أحبائي من الموقف الضاغط هذا اللي خارج عن سيطرتنا. فيه نظريات، هلا انتم بتعرفوا انتم صرتوا خبره بالنظريات، بحب احكي عن هدول النظريات. انا في نظريه اللي عنا اياها بحب امر عليهم بعدين اريد ارجع لكم عليهم، في نظريه فرويد، في عنا نظريه هرم ماسلو انتم صرتوا عارفين اكثر من مره نحكي لكم عنها، في عنا نظريه الانسانيه لكارل روجرز والتعلم الاجتماعي لباندورا، وفي عنا هدول هلا بنحكي عنهم. هلا في عنا اعزائي واحدة من النظريات اللي كتير كتير مشهورة واللي بدرسوا بالتربية وبعلم السلوك وبعلم النفس بهذا لازم يمروا، وخصوصاً علم النفس، على نظرية التحليل النفسي. نظرية التحليل النفسي هي لفرويد. فرويد هو من الناس اللي وضعوا الأسس الإشي الأساسي لموضوع التحليل النفسي والطب النفسي التحليلي. هو طبيب من النمسا، كان يعني بيشتغل بالنمسا أو ببيانا يعني نفسها ما هي نفسها، وهو كتير اشتغل في له دراسات كتير معمقة نتيجة خبراته بالتعامل مع المرضى النفسيين في توثيق الحالات ووضع أسس لهاي الحالات وكيفية توظيف، يعني إجا هو بمفهوم التحليل النفسي كيف لما تشوفوا بيكونوا نايمينهم على الصوفة وبيكون عم بترك المريض إنه يحكي ليه، وهذا تدخل أنت في موضوع اللي هو عنا إياه موضوع التحليل النفسي. في نظرية مشهورة لفرويد اللي هي عنا إياها نظرية تحليلية. فرويد قسم النفس البشرية أعزائي إلى ثلاث مراحل في التعامل والتعاطي مع الأشياء، وبهاي النظرية فسر إحنا ليش نتصرف إزاء المواقف بهاي، ليش استجاباتنا بتكون هيك،
ليش احنا بنتجه نحو الاشياء بهاي الطريقه. هل اذا انتم رحتوا على الكتاب بصفحه رح تلاقوا انه في حوالي 4 أو 5 صفحات بس شرح للنظريه التحليليه. هلا انا هذا الحكي كلياته ما بدي اياه، انا بدي تفهموا يعني احنا عمالي، انا اذا حدا فيكم عم بحب انه يعرف انا وين، بصفحه اللي هي اياها صفحه 51 حط عليها هيني بالاكثر. هلا بصفحه 51 في عندنا هذا فرويد، سيجمنت فرويد، هو مؤسس المدرسه التحليليه اللي بيحكي عن الانسان بانه بينقسم الانسان بشخصيته، تنقسم الشخصيه، احنا عم ناخذ علم الشخصيه كمان، الى 3 أقسام اللي هو الهو، الهو بيحكوا له هيك الهو، الاي دي اللي هو عندنا الدافع البيولوجي ولا بحكي لكم عنه، والقسم الثاني اللي عندنا الانا الايجو الدافع النفسي الفردي الذاتي، وفي عندنا القسم الثالث اللي هو عندنا بنسميه سوبر ايجو او الانا الاعلى اللي هو الدافع الاجتماعي. هلا شو قصده بهاي الاشياء؟ هلا طبعا هاي نظرية تحليلية احنا عم نحكي عنها لانها بتفسر المهارات الحياتية وقدرتي انا كبني ادم على مواجهة الظروف والشدائد الصعبة اللي عمالي انا بواجهها. بيقول هو بعد ما نشرح هدول كلهم الثلاثة، بيقول انه قدرتك انت كانسان، هاي اخر فقرة اللي شايفينها قدامكم، قدرتك انت كانسان على مواجهة الشدائد والظروف الصعبة مرهونة بقوة الانا وقدرتها على النجاح واحداث توازن توفيق بين متطلبات الهو والانا الاعلى. شو يعني قصده؟ يعني هل اذا بتطلعوا احنا في عنا احنا ناس بني ادمين، البني ادمين هو حكى عن غريزة الموت والجنس، وحكى انه الانسان كمان هو كائن بيولوجي، احنا بنحكي عن بيولوجي، بيولوجي في عنده مجموعة من الغرائز، وهاي الغرائز انتوا بتعرفوا في غرائز، والغرائز هاي اول حاجات بدها تتلبى، واذا ما تلبت هاي الغرائز بالحاجات عند الانسان ممكن انها تولد عنده نوع من التمرد. يعني انا عندي حاجه معينه انا مش عم بقدر احققها، في عندي نوع من التمرد رح يصير. هلا لما بتمرد انا اذا لما انا اذا انا هلا مثلا الدافع بالنسبه لي هو الدافع البيولوجي وما بقدر اتحكم بغرائزي وما بقدر وخلص انا بالنسبه لي انه عرفتوا كيف بكسر كل القواعد والقيم والإفكس والمعتقدات الثقافيه والمجتمعيه اللي انا بنتمي لها. عرفتوا كيف احنا في عندنا معتقدات، هاي المعتقدات تحط لنا قواعد علشان احنا ما نتجاوزها وعلشان ما يصير فوضى كيوس بالبلد او كيوس بالعالم، فتيجي هاي الافضل بتحط، فاحنا بتكون عمالها بتحكمنا لانه احنا عندنا عقل ولانه احنا عندنا بنقول شو هذا صواب خطا، هذا وقته هذا مش وقته، في وقت معين لتحقيق الرغبات والحاجات بطريقه تحت اطار كذا 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 اللي انتم فاهمين علي. بتحكم بحالك. هل في ناس ما بتحكم؟ اذا ما تحكموا تمردوا. هلا في عندنا الدافع الثاني، في هذا الهو اللي هو الدافع البيولوجي. هلا في عندي بدل ما نحكي هلا عن الدافع النفسي خلينا نروح نحكي عن الانا الاعلى السوبر ايجو اللي هو الدافع الاجتماعي. باجي انا بدي احقق الغرائز اللي عندي بالدافع البيولوجي اللي عندي اللي هو بمستوى الهو، بنصدم بايش؟ بنصدم بانه في عندي قيم، في عندي اخلاق، في عندي معايير، في نظام شخصيه بيراقبني بيولي بشوف كيف انا بفرغ هاي طاقتي النفسيه. طب انا اذا ما فرغت طاقتي النفسيه انا راح يصير في عندي توتر، عرفتوا كيف؟ فمين اللي بينظم وبيدير هدول الجانبين؟ اللي هو عندنا اياه الدافع النفسي واللي بسميه الانا الايجو. اذا في عندي الاي دي، في عندي الايجو، في عندي سوبر الايجو. الانا الدافع النفسي بيجي شو بيعمل؟ بيديرني، بيدير ذاتي وبيخليني اتحكم برغباتي وبغرائزي بحيث انه انا ما اخرج عن الاطار اللي مقبول. لانه احنا هلا الناس الانسان بيفرق عن الحيوان، الحيوان برضه بتحكمه الغرائز، لكن ما الحيوان ما عنده عقل، احنا اللي عندنا عقل وعندنا قوانين وعندنا قيم وعندنا إفكس وعندنا شخصيه وعندنا مجتمع احنا بنعيش فيه، فبتلاقينا بنتحكم. هلا دائما بتشوفوا في يعني بيكون في صراع، وين بيجي عندي التوتر انا والمشكله النفسيه؟ بيجي في عندي التوتر والمشكله النفسيه
بين صراع عند الناس اللي ما عندها الأدة وسائل دفاعية بين حاجاتهم وغرائزهم والهوي الموجود عندهم وبين الأنا الأعلى أنه أنا بخاف وأنا رح يصير في عندي عقاب وأنا بدخل في هاي الدايلما الإنسان ما بين الغرائز وما بين إيش اللي بيحكم هاي الغرائز وإيش العقاب اللي أنا بدي أوصله. فتصير شوفوا مرات في ناس حتى بتشوفوا مرات تعرضوكم بحطوكم يوم بالأفلام في عندهم حنس بين التوتر عالي جدا لأنه أنا مش عماري. هلأ أنا بعرف حالي أنه أنا إنسان هاي الإنسان في عندي وقت لكل إشي وتحت مظلة مناسبة هاي المظلة هي اللي بتقول أنه أنا إمتى بقدر أتحكم بحاجاتي وبرغباتي. هلأ إذا طلعتوا على الكتاب رح تلاقوا أعزائي أنه حاطط لكم أنا اللي بدي إياه لصفحة 53 بس للفقرة اللي قبل المرحلة مقسم هو بعدين المرحلة الأولى للأطفال شو بصير في المرحلة الثانية الثالثة ما بدي إياه يعني خلص بس المهم تفهموا المبدأ اللي قائم عليها النظرية التحليلية وتعرفوا فرويد تعرفوا أنه لسيجمنت فرويد هو أبو التحليل النفسي. النظرية الثانية مهمة جدا واللي هلأ حتى بوضعنا الحالي أعزائي بيقولوا أنه يعني كثير طلعوا ناس وحكوا على هرم الحاجات تبع ماسلو. ماسلو هو من الناس اللي حكى عن هذا الهرم اللي انتم شايفينه قدامكم مشهور الهرم واذا حطيته على جوجل يعني معظم اللي بدرسوا تربيه ولا بيعرفوا هاي الاشياء. قسم ماسلو الهرم حاجاتنا احنا كناس كافراد الى اقسام. انا اول شيء كبني ادم يعني هلا نفرض مثلا اذا انا كنت يعني امبارح كنت عمالي بتفرج على شيء يعني سيريوس هيك عم بتفرج عليها انه راحوا على مكان وهذا المكان بدهم يأسسوا حياه جديده هم كافراد مجموعه يمكن حوالي 25 بني ادم ومكان بعيد كتير مكان بعيد كتير وسافروا بالبحر ولقوا حسوا انه هاي المنطقه فيها هيك قدسيه وبنفس الوقت بدهم يبلشوا يعملوا حياه هناك وكمجموعات حطوا مبادئ لهم وتعرفوا خيال المخرج بالطريقة اللي بيشوف فيها الأشياء وكذا. هلأ مش أنا هذا اللي لفت نظري وليش ربطوا أنا هلأ بهذا إنه تعرضوا لصعوبات وتعرضوا لمصاعب ومشقات بحياتهم اللي هي كان تركيزهم بأول إشي أول إشي. هلأ هم جايين بخطة وبدهم يعملوا مبادئ معينة وبدهم يفيقوا حياتهم طلعوا مثلا من المحيط اللي كان مش عاجبهم في يمكن عوامل شر ما حبوها بدهم يروحوا على مكان بدهم يعملوه هم هيك زي إيش بيسموها البلد المثالية زي أرض جلعاد مثلا على سبيل المثال أشوفوا جوجل شو بتحكي عنها. هلأ هدول الناس الإشي اللي لفت نظري أنا مبارح واللي شتتهم أكتر واللي خوفهم أكتر اللي هو البند الأول من هرم ماسلو من تحت اللي هي الحاجات الفسيولوجية والأساسية الحاجات الفسيولوجية وبنفس الوقت الحاجات الأمن. يعني إحنا تطلعوا وتذكروا لما إحنا أول ما بلشت معانا الكورونا وليش نذكر هرم ماسلو للحاجات كان نذكر هرم ماسلو للحاجات تذكروا بشهر 3 السنة الماضية لما كنا كيف كانوا بدهم يأمنونا الخبز وإنه الناس أول مرة إحنا بحياتنا كجيل أنتوا اللي بعدنا وإحنا ويمكن اللي بعدنا كمان واللي بعد يعني ناس اللي بالثمانينات وناس بالسبعينات وناس بالستينات وبالخمسينات وبالأربعين وبالعشرين وبالثمنتاش وباللي عمره هلأ 3 سنوات ولا حتى سنة انسوا لسه مش واعي قديش هاي التجربة اللي احنا مرينا فيها قديش كانت مختلفة. مش عارفين قعدونا بالبيت تقريبا شهرين مش عارفين هم كيف بدهم يطلعونا رح نشتري أغراض صار كل حدا أنا بتذكرت هذا الهرم يعني تماما إنه كل حدا كان عماله بيدور على الحاجات الأساسية اللي علاقة بالأمن بالطعام والشراب تأمينه بالنسبة كمان للأمن. ونفس الشيء اللي صار فيه مبارح هذول عم بحكي لكم عنهم إنه التحت يعني التحت الأحلام الأولانية كان في عندهم هدف إنه يحققوا الحاجات الفسيولوجية الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومكان أروح أنا سقف بدهم يبنون سقف بدهم يناموا فيه. نفس الشيء إحنا كنا عمالنا منشوف كيف بدنا نأمن الطعام كل حدا فينا فتح الثلاجة أو فتح حتى مش الثلاجة فتح الخزانة اللي فيها البقوليات والأشياء اللي من زمان إحنا موجودة إنها مش عم نستخدمها وحطها قدامه وصار يشوف هاي الكميات قديش بتكفيني صح ولا لا.
وصار في ناس كانوا يوقفوا على الدور، وأنا من الناس اللي وقفت على الدور وما حبيت أبدا إنه يعني هيك وصفنت، قلت يعني إيش عم يصير إنه وصفينا على الدور علشان إحنا والجيران وكذا بدك تأخذ حاجات أساسية ليومية، زي صارت كمان كل أم مثلا، وأنا متأكدة إن أمهاتكم عملت هذا الإشي، مسكت الخيارات وعدتهم على قد الـ 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 الأسبوع أو حتى البندورة، أو إنه يمكن كان في الأوقات العادية إحنا في أشياء ما كنا ننتبه لها، خلص ما هو متوفر دائما، فبتلاقي حالك عم ترمي بس بطلت ترمي. يعني صرت حتى تفكر لما أنت طلعت وشريت الأغراض، بعرفش إذا كنتوا تنتبهوا على أمهاتكم إذا ماش أنتوا اللي مسؤولين عن هذا الإشي، إنه كيف كانت هي لما تغسل وتضبط تحتفظ بالأشياء بحيث إنها بتخليها تبقى على أكثر من أسبوعين. هلأ وكان في قلق عند الأمهات والأهالي إنه كيف بدنا نأمن الحاجات الفسيولوجية بهداك الوقت. تذكر لما طلعوا حطوا الخبز بالبساط وبالمش، أو في ناس ما أخذوا خبز، بذكر إحنا ما أخذنا خبز فيها. يعني هذا كلياته إحنا بدك تطلع أنت كإنسان تأمن الأول قاعدة اللي بالهرم اللي هو عنا إياه حاجاتنا اللي هي عنا إياها الفسيولوجية. بطلع فوق كمان، هلا إذا ما كان في أمن أنا كإنسان ما برتاح، من وين بتجيني المهارات الحياتية؟ من وين بتجيني المرونة النفسية؟ بدي أقدر قلقة، متوتة، خايفة. لو ما في أمن كل حدا بهجم على الثاني، لو ما في أمن كل حدا بينتزع. هلا شوفوا جيران مثلا على سبيل المثال، يعني أنا هلا قاعدة عم بدرس، كون في قدامي حاوي، هاي الحاوي طلبتها الجارة اللي بالجوا بالمدخل بالعمارة، لأنه بدها عندهم هم هالحي هذا اللي قدامي إنه بدهم حاوي. شو بتعمل هي؟ لأنها هي طلبتها بتتفق مع تبع الأمانة، بعرفش كأنه كمان بيشتغل عندهم جوا، إنه بس هي تيجي تبعت الحاوية بتنسحب الحاوية اللي هي للحي تبعه للشارع هذا وبتمسكها بتدخلها عند العمارة. هلا الجيران يعني بدهم يشكو بيشكو، بس هي بتطلع بوقت وبتختفي الحاوية، بس طلبتها هي، هذا مش من حقها هي تسوي هذا الإشي، وما بيصير أصلا، وقانونيا هذا الحكي غلط. تخيلوا على هذا الإشي البسيط اللي قدامي، هاي الحاوية الخضرة، هلأ كمان شوي إحنا أي ساعة كمان شوي بيجي بيسحبوها بفوتوها جوا. هلأ لو إنه ما في قانون، ما في أمن، ما في أي نوع من أنواع الحماية للإنسان، أنت ما رح تحس بأي مرونة ولا رح تحس بأي صلابة ولا رح يكون في عندك خلط، رح تكون دائما متوتر، ومش رح تنتقل للمرحلة الثالثة اللي هي إياها كمان نفس الإشي من حاجات الفسيولوجية، مش انتقال على فكرة، كلهم لازم يكونوا مع بعضهم البعض، من حاجاتي الثانية اللي هي الاجتماعية واللي إله علاقة. تذكروا لما حكينا بقبل يومين أو أول مبارح حكينا بخبرات الإحساس والتماسك بالآخرين، وحكينا بالعدالة الاجتماعية، وحكينا إنه إحنا بدنا علاقات مساندة طبعا، وشرحناها كثير وصلتوا فاهمينها، إنه أنا لولا الحماية الاجتماعية من الآخرين أنا ما بكون موجودة، أو أنا ما بكون حاسة كمان بحماية أو مساندة، لأنه في ناس ممكن أنها تساندني، ممكن أنها تعطيني هذا الإحساس بالأمان، أو هذا الإحساس بأنه أنا مثلا إنسان بقدر أني أنا أكون مرتاح. إحنا من غير الناس اللي حوالينا ما نكون مرتاحين، ما تصدقوش ولا واحد بيقولك أنا مو بحاجة لحدا، كلنا بحاجة لبعض، وبدرجات وبحسب الموقف وبحسب الصلة وبحسب بحسب بحسب بكل شيء. بدك نظام مساندة بالشغل يا عمي، يعني إذا كل الناس ضدك بالشغل أنت مو بتحس حالك أنك أنت مرتاح، بدي يكون في اثنين أو ثلاثة بيساندوك بيعطوك بس مجرد بس تطلع عليهم خلص أوكي أنا مرتاح بالشغل، هدول الناس عم بيطلعوا علي عم بيساندوني أنا برتاح بمشي قدما بالأشياء اللي أنا بدي أسويها. إذا كان كل الناس ضدي بالشغل مش مضبوط هذا الحكي. يعني هون في حتى بالشغل في علاقات، وهاي العلاقات لازم تكون صحية وهذي بما يدعم النظام المؤسسي اللي أنا عمالي بشتغل فيه. في عنا كل واحد فينا إذا أنا متوفر لي الأمن والحماية والحاجات الأساسية، برضو كمان أنا في عندي إشي أنا بطلع عليه دائما اللي هو التقدير. تقدير الآخرين لإلي مهم جدا. لما حدا بيقول لي شكرا، يعطيك العافية، جزاك الله خير، غيرتي لي حياتي، شكرا أنك أنت أو أنت بتتصلي مثلا بأختك، يعني أنا مبارح مثلا اتصلت بأختي قلت لها شكرا أنك موجودة بحياتنا. ليه؟ لأنه أنا حسيت أنه قديش هي كانت تعبانة، وقديش أنه أنا مثلا ممكن أكون يمكن لظروف معينة بعيدة، بس هي كانت حامل كتف، هي بتحمل كتف،
وأنا وقفت بالمكان اللي هي كانت يعني بتكون دائما موجودة وتصنيت طلعت هيك حكيت معها بالليل قلت لها مها شكرا إنك موجودة بحياتنا. فهي هيك صرت تضحك بتقول لي ماني ليش عم تحكي؟ قلت لها لأنه أنا مبارح حسيت إنه أنت قديش هي كتف يعني أمي مصرة بدها تشتري غراض وأنا بقولها ماما حطي لي الأشياء اللي بدك إياها أنا بروح بجيب لك إياها وباجي. لا بدها تقول لي لا لازم بإيدي أشوفها. هلا بتطلع بتلاقي انه هاي مش نفسها امي كتبت يعني وانه الحركه بطيئه وانه بس برضو انت واقف مع امك وعمالك بتساعدها. اختي كانت يعني قائمه على هاي الاشياء لانه يعني فتره قعدت مثلا بالبيت وكانت هي اللي وهي ساكنه حواليها وما هيك عرفتوا كيف. فامبارح انا وقفت لما اخذت امي على المكان وطلعت وقديش بدها كان مساعده ومسانده وبدها انه تكون حواليها ذكرت اختي وقلت لها انت شكرا انت موجودة بحياتنا هذا تقدير هي بحاجة له مش هم بحاجة له يعني يعني لازم تحكوا شكرا يعني اذا كان مثلا ابوي عماله بيساعدني زوجي عماله بيساعدني لازم تحكي للناس شكرا لازم نتعلم هاي مرونة على فكرة كمان انه نتعلم بتكون كتير براود بنفسك انه انت بتحكي للناس شكرا او للعالم او انه كيف لما قلت لكم أنا احكوا إذا حسيتوا إنه أنتوا بدكم تحكوا لناس إنه شكرا هلا كل واحد فيكم يفكر لمين بده يحكي شكرا يروح يحكيها بعد المحاضرة. الحاجة الثانية تحقيق الذات. تحقيق الذات هذا أعلى سلم أنا ممكن أنا أوصل له كلياتنا بنحب إن نحقق ذاتنا وفي ناس بيضل يقولك لا أنا ما وصلت ما سويت ما عملت بدي كذا مش حاسة حالي إني سويت إشي ليش بدي أسوي ليش بدي أعمل. حلو الواحد يكون في هاي السايكل على فكرة لأنه كل ما كنت أنت بهاي السايكل أو أنت كنت بهذا المنطق كل ما حسيتوا حالكم أنكم عايشين. إذا راحت منا لذة تقدير الذات أو تحقيق الذات إحنا ما منكون عايشين أو ما منكون يعني ما بيعطينا هذا موتيف ودافع أو حافز لأنه نستمر بحياتنا. فانتبهوا لهذا الهرم هذا هرم ما تاخدوه هيك. والله العظيم أقولكم شغلة لما منكون إحنا صغار وعم ندرس ما بتحس بهاي الأشياء اللي أنت بتاخدها إلا لما توصل عن تطبيقاتها بالحياة تذكرها وبتقدرها وبتقدسها وبتتحكي يعني شكرا ماسلو إنك أنت يعني وين واصل أنت كنت لأي مرحلة بعام 1943 على موضوع التحفيز الإنساني لما أنت حكيت عن الجوانب الأساسية والدافعية للشخصية. أحس حالي بحكي مع حالي طلاب أنتم معي معي صح سامعين فكرت بحدا فكرتوا عن جد عن جد إذا في حدا عن جد حسيتوا شو قولوا لهم شكرا إنكم موجودين بحياتي لأنه مش معقول يعني حتى هذا بدخل سعادة على فكرة لقلب الواحد إنه يعبر بدخل سعادة إلك وللي حولك. هلأ شوفوا كمان في عنا نظرية تانية اللي هي نظرية كارل روجرز كمان هو من الناس اللي حكى كمان برضو عنا عن النظرية الإنسانية النظرية الإنسانية ماسلو ونظرية الإنسانية كمان عنا اللي هو روجرز كارل روجرز حكى كثير هي موجود بصفحة 57 أنا حط لكم إياها وهي الهرم موجود قدامكم صفحة 56-57 اللي بحب يعني مثلا كان يتبع أو يقرأ زيادة عن هاي المواضيع. روجرز حكى كمان بيقول كيف بيفسر أنا ما بيهمني من هذا الحكي كيف بيفسر المرات الحياتية بيقول أنتو كل ما كان الإنسان يعني شخصيته مرنة عنده برودة نفسية تعرض لخبرات أخذ مواقف عارف كيف بده يتصرف هو شخص صحيح نفسيا. دوري إحنا على فكرة لاحظوا الإنسان الصح عنده صحة نفسية عنده قدرة على أو عندها قدرة على إدراك أنفسهم وبيئاتهم وهم بيكونوا دائما منفتحين للتجارب ما بيخافوا من التجارب وبنفتحوا للتجارب بحرية وما بيخافوا يعني ما بيحطوا قيود ما بيحطوا هيك دروع تحميهم دائما لا ريت يسيحوا الدرع شوي بتطلعوا هيك بزاوية اوكي امان بطلع يعني بيخلوا في اشي ممكن انه دائما يخليهم انه ما هم ناس عايشين. هلا انا مين بتزداد مرونتي النفسية اذا انا ما كنت انسانة دينامية يعني متحركة ما كنت إنسانية دينامية متحركة بتفاعل مع الآخرين ومع اللي حولي يعني تعرضت لتجربة حدا بده يعرضني لتجارب حدا بدي أتفاعل مع الآخرين هذه كلها لازم أحطها في بالي إنها رح تعمل لي إيش
رح تعمل لي صحة نفسية ورح تخليني أكثر مرونة نفسية. حلو الناس، أنا بحب الناس اللي بتكون دائما منفتحة على التجارب، ما بيخافوا، ما بيقولوا لا على كل إشي. يعني في إشي بنقول لا، في إشي بنقول لا ديفينتلي كتير كتير، وفي لا في إشي لا لازم لازم نجرب، لازم نشوف، لازم نتعاطى، لازم يعني مش نتعاطى ما تروح تاخذوها، يعني لازم نتعاطى مع الحياة، مع أمور الحياة. لازم كل هاي الأمور نكون منفتحين إحنا التجربة، ما نكون منغلقين. والله أنا ما بدي أتعامل مع فلان فلاني لأنه فلان فلاني ما بعرف شو ماله. إيه لما بدك تحط قيود أبصر إيش وأبصر إيش، خلي المنطق شوية يحكم الأمور. مين الشخص هاد؟ مين هاي الإنسانة؟ مين هذا؟ شو هو هذا اللي جاي مثلا علي عماله عم ينحكى؟ بيكون في عندي فضول بفتح. يعني أنا كتير مرات بسمع شغلات يعني مش عارفة عنه إشي، بروح بفتح جوجل أو بفتح ويكيبيديا أو بروح بجيب بشوف مثلا كتاب له علاقة، بحط العنوان تايتل بشوف قديش أنا بعيدة عن هذا الإشي، قديش أنا قريبة عن هذا الإشي، هل أنا منغلقة، هل أنا مقيدة حالي، هل أنا منفتحة كتير، هل أنا لازم كمان تكون عمالك بتفكر أنت بالأشياء أو أنت بالأشياء اللي بتدور حوالينا، ما تكونوا منغلقين. الانغلاق يعني على سبيل المثال انا بعطي مثال يمكن هذا اكثر شيء تفهموه، انه لما احنا بنطلع برا البلد علشان بدنا مثلا نتعلم او ناخذ ثقافه ثانيه او نسافر، السفر كثير حلو، السفر بيغير بطريقه التفكير تبعت الواحد بطريقه كثير كبيره. يعني مين قال انه انا اذا رحت وتعرضت لثقافات اخرى انا رح ايش اضرب الاساس المتين تبعي؟ لا ابدا، بالعكس انا بطلع بشوف احلى اشي عندهم باخده وبخلي احلى اشي عندي وبيطلع الاحلى اشي عندي، عرفت كيف؟ وهذا بكون شخصيتي. السفر والتجربة مخالطة الاخرين من عوالم اخرى كتير بتخلي الانسان ديفرنت. وتخيل يعني على فكرة لما يطلع الواحد بصير يطلع بيقول بصير قارن، بصير يشوف، بصير يقيم، بصير يصدر احكام. ومشان هيك كانوا دائما من زمان انه متعة السفر ومتعة الانتقال ورؤية عوالم اخرى، لان دول الناس اللي كانوا يكتشفوا اشياء ويروحوا ويطلعوا على الخريطة وبعدين يروحوا يكتشفوا البلد هاي والبلد هاي كيف نمط الناس وكيف عيشتهم وكيف هذه كلياته بيدخل الانسان خبرة وبيخليه اكثر انفتاح مش منغلق. مش بالضرورة كل شيء يكون ايفل شر. هلأ في عندنا نظرة التعلم الاجتماعي. نظرة التعلم الاجتماعي انه احنا واشهرهم هم عنا اياهم بندورة، انه احنا نتعلم بالمشاهدة، نتعلم بالتقليد. وتطلعوا عنا على الاطفال الصغار اللي بدرسوا بمدرسين تربية وسلوكية وهاي القصص نفسية، بيعرفوا انه الاطفال بتعلموا بالتقليد والمحاكاة. والاطفال هم بيتفرجوا شو انت بتسوي، انت بتكون بالنسبة لهم يعني عالم أو أنت عالم، وهو عماله بيكتشف لأنه هو كل إشي لسه ما فيش إشي، لا تشابكت الخلايا، عشان خلايا عم تتشابك من خلال إيش؟ خلايا دماغي، من خلال تجارب اللي أنا الجانب الحسي والجانب السمعي والجانب البصري، وعم تدخل لي المدخلات هاي كلياتها، وأنا عمالي بستوعب وبشوف هذا مناسب هذا مش مناسب. وحتى الطفل الصغير يقيم على فكرة، حتى الطفل الصغير بيصدر احكام، لانه انت لما طفل بتضلك تقول له ما تحط ما تلعب بالكهرباء، ما تلعب بالكهرباء، او ما تحط ايدك على النار، او ما تقرب هذا خطر بالنسبه لك، قرب وصار خطر وانقذ، طلع عليه مره ثانيه مستحيل يرد يرجع، خلص اصدر حكم انه هذا المكان. بس كيف اصدر حكم؟ من خلال التجربه. مشان هيك احنا دائما اللي بيكونوا الكبار بيكونوا حواليهم خايفين، لانهم عمالهم بتعلموا بالاكتشاف اولا، اثنين بالتقليد، شاف امه عم بتسوي شو بيسوي زيها، ما عماله بيقدر انه انا يمكن ما قدراتي الجسمية ما عم بتقدر تمكنني من انا اعمل هذا الشيء. مشان هيك احنا المهارات الاجتماعية، الاب ما بيقول لابنه انه بدك تبتسم وتحترم الكبير وكذا، ممكن يكون بيعلم ممكن ما يكون بيعلم. الطفل لما بيروح بصاحب ابوه مثلا على مجالس الرجال اذا عم نحكي على ذكر، بيطلع بيشوف انه ابوه بيسلم بيبتسم، في عنده ادوار بيكون فيها، هو بيتقمص هاي الادوار. مشان هيك لتعلم المهارات الاجتماعية لازم يحتكوا، لازم يشوفوا، لازم يطلعوا، فهم بتعلموا عن طريق هاي الأشياء، وبتعلموا مهارات حياتية وبتعلموا مهارات اجتماعية. ومعظم البرامج الاجتماعية لتعليم المهارة والاقتراب من الابتسام، إلقاء التحية، التحدث، كل هذا هي عبارة عن مهارات اجتماعية انتم بتعلموها بالمدرسة، بالبيت، بالجامعة. يعني هلأ تخيلوا لو انتم بالجامعة، وأنا بشوف كثير طلاب
منعزلين اجتماعيا او ما بيتواصلوا بصريا او ما بيعملوا اي كونتاكت. هون يعني اذا حفرتوا اكثر رح تشوفوا ان في مشكله، كاين في مشكله، وهي المشكله هي اللي ولدت هذا الانسان اللي هلا كبير او ناضج او هي ناضجه بهاي المواصفات اللي هي بعيده جدا عن التعلم الاجتماعي. كل ما كان عندي مهارات اجتماعيه كل ما انا اتصفت بالمرونه النفسيه، لانه انا بدي اتعامل مع الاخرين وانا بدي اتعلم من الاخرين، وانا بدي كل ما كنت كمان انا في عندي علاقات مع الاخرين وتواصل مع الاخرين كل ما. مشان هيك انا بحكي لكم بقول لكم هلا اي حدا فيكم احنا في الحجر يرفع تليفون يحكي مع ناس، هاي ناس تخف عني نص ساعه شو ما حكوا، بس المهم انه انت تخف عنك لانه انت عمالك تحس حالك انك عمالك بتتواصل اجتماعي، لانه كل نمطنا هلا صار انه احنا عمالنا نتواصل بس عن طريق اللي عنا اياها هاي الاجهزه. هلا في عندنا شوفوا مواصفات الناس اللي عندهم ضبط داخلي، وفي عندنا الناس اللي عندهم يعني مرونه، اصحاب الضبط الداخلي في اصحاب الضبط الخارجي. هلا الاشي اللي بدكم تفهموه انه الضبط الداخلي معناته انا متمكنه من ذاتي، انا قادره على اني انا اتحكم بحالي، الجادجمنت والحكم على ادائي من ذاتي بيجي. ما معناته انه انا ولا اشي ما ليش دخل بالناس الثانية، لا انا مهمني للناس الثانية، ولكن انا حكمي على حالي من ذاتي، بقدر، مؤمنة بقدراتي، بامكاناتي، بحاجاتي، عم بلبي رغباتي، عندي انا انسان كل متكامل واثق بحالي، عندي ذكاء ذاتي اكيد رح ينعكس عندي على مرونتي النفسية. الذكاء الذاتي انه انا اكون عارفة اهدافي وعارفة شو اللي بدي احققه، شو اللي بدي اعمله حتى احقق هاي الاهداف، كيف انا متمكنة. هلأ شوفوا في ناس بيقدموا على عمل الاشي بيكون دون تردد، وفي ناس احنا بنشوفهم بيقدموا على الاشي وهم مترددين. الفرق بين التنين اعزائي انه هذا عنده ضبط داخلي عالي جدا وهذاك ما عنده الضبط الداخلي مش عالي. بستنى تقول لي امي شو اعمل، بستنى صاحبي يوافق، لا مش أسأل هذا، خليني أسأل الثاني، أسأل الثالث، أسأل الرابع. فكرة في ناس كتير هيك، يعني بتطلع مثلا في عندك شغلة بدك تشتريها على مستوى إشي بسيط، هاي الشغلة اللي أنا بدي أشتريها بتفيدني بشغلي مثلا، بفكرش مرتين، بدرس بس بفتح بشوف 1 2 3 هاي هيك، لا الفيتشر هذا أفضل من هذا الفيتشر، لا بلاش أحط المصاري هون، لا بحطهم بهذا السيستم، لا كذا 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 كذا. يمكن تاخذ معك عملية البحث يمكن يومين أو يوم، جمع معلومات قبل ما انت تروح عند يعني هاي على فكره مهاره هلا صارت، انه قبل ما تروح عند البياع انت بتحكي له على الفيتشر. يعني لما تروح مثلا عند سمارت باي، بعرف اذا فيكم ناس بتشتغل سمارت باي ولا بلاش نحكي اسماء، ولا اي محل من المحلات هاي اللي لها علاقه بال، بدل ما انا استنى هو يقعد يحكي لي، انا بحكي له بدي كذا 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 كذا، وهاي المواصفات الموجود عندك بقول لك طب في اشي افضل منه ليش؟ مش انا بروح على الشغلتين مش فاهمه ولا اي نوع من انواع الفيتشر. هذا له علاقه بالذكاء الذاتي، لانه انت نتيجه تعرضك لخبرات الفشل من شراء اشياء او الندم على شراء اشياء ودفع ثمنها ولم تكن فائده، بعد بشوي تطلع يمكن بتلاقي انه في شيء احسن منها، بدل ما روحت المصاري ما بروحها هون. فهي عمليه بحث، وبنفس الوقت فيها لازم يكون نوع من الذكاء الذاتي، لانه انت دغري بتروح ولا بتدفع لك هالمبلغ عشان تجيب الاشي اللي انت بدك اياه وبتكون راضي ساتيسفايد. ومهما اجى ناس قال لك انه ليش هيك هذا الاشي، لا 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 كذا كذا، ما بترد، لانه انت عارف انه هذا الاشي اللي انت بدك اياه هو بالضبط الاشي اللي انت بدك اياه. بالمقابل بتلاقي حدا بده يسوي شغله يمكن ياخذ معه 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر ويسال هون وهون وهون وهون، وبيجي صاحبه بيقول له على هاي لا بلاش بنبطل، بيجي صاحبتها بتقولها لا ببدل. هون شو بيكون؟ هون بيكون الضبط خارجي، بيكون ما في ثقة بالنفس، بيكون ما في اشي له علاقة بانه انا بقدر اني انا اتخذ القرار لانه هذا الاشي مناسب الي 100%. هلأ الناس اللي عندهم ضبط داخلي ما بيقاوموا محاولات تأثير الاخرين، بس بنفس الوقت ما بتأثروا كتير، يعني انا مش مستعد اغير رأيي كتير لانه ناس اجى حكالي لا انا مقتنعه انه الاشي اللي انا عملته ممتاز، جمع عنه معلومات كذا كذا كذا، وثق بقراراتي تمام. بس برضو بنفس الوقت ما يعني مش انه كمان انا ببعد عن اراء الاخرين، لا ما ببعد عن اراء الاخرين، ما بقاومها كثير. اكثر
بعد الفعالية واجتهاد وتمكن في عندهم فعالية، يعني فعالية وانتوا عارفين انه الفعالية هي كمان قلنا انها مظهر، طلع كيف بربط لكم المادة انا خلص تحي تنسوها، يعني مظهر من مظاهر اللي هو عندنا اياها مرونة الصدمة، وانا حكينا مظهر او عوامل متصلة بالمرونة النفسية. اذا كانت فعاليتي قوية بكون عندي مرونة نفسية، اذا كانت فعاليتي قوية طلعوا فعالية قوية بتعني ثقة دائمة في قدراتي، ذكاء ذاتي والتزام، وهي آلية النعم تبطر عندي وبتخليني اني انا يكون في عندي تفوق تعامل تقييم ذاتي. عرفتوا كيف؟ فعالية قوية، اذا عندهم فعالية قوية. هي قدرة ربط بمير الأصدار أحكام باستقلالية عن مطالب الآخرين، يعني بصدر الأحكام باستقلالية عن مطالب الآخرين. يعني في ناس زي ما بنحكي بيقولوا عنهم تبع، تابعين لكل إشي، كل إشي بتبعوا له، كل إشي لازم ناس يصدر لهم أحكام حتى يقولوا إنه إحنا يتخذوا قرارهم المرتاحين. هلأ في ناس لا، بقول لك أنا مش هيك، أنا لازم أنا اللي أتخذ القرار وأنا بصدر الحكم، وحكمهم بيكون صحيح، يعني بيكونوا واثقين بحكمهم، لأنه حكمهم إصدار الحكم بيكون صحيح لأنه بنينه على معرفة، وهاي المعرفة مرتبة بالنسبة لهم. هلأ هون عنا مش ضروري أنا في ناس لا بتحسهم تنبع، يعني لازم الناس تانية اللي تصدر لهم الأحكام، ولازم الناس تانية إذا صدرت لهم الأحكام الناس اللي مو برتاح، وهذا كتير غلط على فكرة. أكثر إيجابية قدرة على التخطيط من أجل المستقبل، لأنه عندهم ذكاء ذاتي بيخططوا، بيعرفوا شو عندهم أهداف بيحققوها، عندهم قدرة عالية على استخدام الخبرة لتحسين إدراكهم للأداء، عندهم بالداخلي وبعتمدوا على خبرتهم، ومن خبرتهم بيعرفوا أنه هاي الخبرة كل ما أنا تعرضت لمواقف لخبرات كل ما كنت أفضل، كل ما زدت بإني أنا أكون عمالي بتحمل المسؤولية. عندهم ارتفاع قدرة الشعور بالمسؤولية والمثابرة، عندهم شعور بالمسؤولية، ولما يتخذوا قرار بيعرفوا أنه أنا بدي أتحمل مسؤولية قراري. هلأ بيجوا الأهل دائما أنا بحكيها أنه إحنا لا ما بنخليهم، يعني إذا راحوا على السوق مثلا والطفل بده هذا اللبسة بدوش هاي اللبسة، بتتخذي قرار تقول لا مش هاي اللبسة مناسبة، روح على اللبسة هاي، لا خلاص أنا مش شريلك هاي، خلص لك كلمة. هلا هو انت لما تعملي هيك انت ما بتخليه تعلمي مهاره اتخاذ القرار، بعدين لما يكبر بنصير نقول له انت ما بتعرف تتخذ القرار. لما تيجي تسال الاهل ليش تعملوا هيك بتقول لك ما هو ما بتحمل المسؤوليه، لا بعد شوي لما نرجع على البيت تقولي لا 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 بدي اديك الشغله. علمي دربي الطفل من هو صغير على انه انت اذا اخترت هاي ما في غيرها، وبدك تتحمل تطبع بمهاره اللي هي اياها الشعور بالمسؤوليه، تنتين مرتبطين بعضهم البعض. هيك انا بشكل طفل، هذا الطفل في عنده ضبط داخلي، اللي عندهم ضبط داخلي أكثر بيعملوا بجد أكثر، وعندهم ذكاء اللي هو أنه هي الذكاء الذاتي عالي جدا عندهم، وأكثر فردية، أكثر فردية في أنه عندهم قدرة على اتخاذ القرار، وأنه أنا ما بستنى تاني يتخذ القرار عني. شوفوا بالمقابل اللي عندهم ضبط خارجي، طبعا عكس المواصفات اللي إحنا حكينا عنها قبل، يعني عادة في عندهم دائما كلمة العزو السببي، العزو السببي انه انا فاشلة او انا عندي مشكلة عشان دكتورتي ما عرفت تدرسني، او مستي ما اعطتني، او السيستم ما بعرف شو ماله، او 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 او. هلأ هذا كلياته عزو سببي لعدم تمكني انا من اني انا اعرف شو امكاناتي وقدراتي وكيف بدي اتجه باي اتجاهات. في ناس مثلا بيعملوا بالامتحان علامة واطية، يجي بيقول لك انا عملت علامه، اخذت علامه واطيه اني انا عن جد ما درست، المره الجايه بس ادرس تشوف قديش بجيب. خلص هذا ضغط داخلي، هذا ما في عزو سببي، هذا معرفه انه انا اذا درست وكان عندي الكتاب ومتبع وعم بفهم اكيد رح انا اجيب العلامه اللي انا بدي اياها. بس اذا انا مثلا ليله الامتحان شو حكى الدكتوره، شو دخل كذا هاي القصص اللي بتصير، وبعدين بجي بقول ما هي ما بتعرف تدرس، او هو ما بيعرف يدرس، او هاي الماده انا بكرهها، او 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 نرسبني. هذا عزو سببي، هدول اصحاب ضبط خارجي وما في مرونه نفسيه. اللي عنده مرونه نفسيه لا بيبقى عارف كقدراته وحاجاته وامكاناته الظروف اللي صار فيها الموقف وليش صار فيها الموقف، وبصدروا احكام، وهاي الاحكام بتكون بصالحهم حتى انهم خبره بتعطيهم للمره الجايه انا ما اعملش هذا الشيء بالمره وما اقرب عليه. عند ما بيشاركوا، ما عندهم انتاجيه،
عندهم سلبية دائما. هذول الناس دائما بنشوفهم حوالينا، يا بي هذول الله يبعدهم عنكم وعنا. يعني السلبية اللي هم موجودين فيها بتنتقل لك على فكرة زي المرض. مشان هيك احنا دائما لو نحيط حالنا بناس، يعني لا انا اذا بشوفه بالممر بروح الاف، بروح بلف من المبنى الثاني علشان ما اشوفه، لانه ما بدي هاي السلبية. السلبية تنتقل. يعني مشان هيك احنا دائما بنحيط حالنا بناس دائما عندها ايجابية، بيفكروا انه الحظ والصدفة هم طريقة النجاح. هو ناجح لانه ابوه مش عارف مين، هو ناجح لانه عنده واسطة، هي ناجحة لانه صحبها كتير. حظ اختي اكتر مني، انا ما عندي حظ. ما بيشاركوا، ما بيتفاعلوا، ما عندهم احساس بالمسؤولية. ما بعكس هدولاك، هدولاك عندهم ذكاء ذاتي، مفهوم الذات عالي جدا. هدول عندهم انخفاض في مفهوم الذات. بتشوفوا لما انت تحس انه قديش نسبة التردد. ما عندهم اهتمام بحاجات الآخرين، برضوا بسرعة، عندهم ميل للمرور بخبرة القلق والاكتئاب. شو يعني أظن بهذا الاشي؟ يعني نتيجة العوامل اللي هم فيها ممكن تعرضهم لمشاكل نفسية واضطرابات نفسية. انتوا بتعرفوا الوسواس القهري ناتج من وراء بيكون في عنا توتر شديد أو مشكلة نفسية. هاي المشكلة النفسية هي عم بتخلي الإنسان ما يقدر إنه يتحكم بحاله، في أفكار عم بتسيطر عليه، في أشياء بتصرفاته، هاي التصرفات أو تصرفاته هي اللي عم بتخليها ما تقدر إنها هي تضبط أمورها. بتكون أفتح المايكات، في حدا بده يحكي، أنا نازلة بحكي، مين بده يحكي؟ تفضلوا أعزائي. يعني هاي تقريبا المادة اللي إلها علاقة بالوحدة الأولى اللي هي وحدة المرونة النفسية. تقريبا خلصناها. إذا في حدا عنده سؤال أو إشي اليوم، أنتوا ليش ما عمالكم بتشاركوا أعزائي؟ وينكم؟ بدينا عدد أشوف. استنى شوي، أنا عندي 82 طالب. وينكم أعزائي؟ الله. أنا مش سامع رأي. بعد الصوت كم قام مشكل وزالت من المجموعة ورجعت. معلش حبيبي معلش، اطلع وارجع، اطلع وارجع، عادي عادي، ما مشكلة، بيبين عندي بالحضور والغياب. ومين بده يحكي؟ وينكم اليوم؟ ما حدا حاكي. سجلات خلص، اطفي المايك عزيزي. مين كمان بده يحكي؟ ما فيش اي تعليق اليوم؟ مالكم بيكون مالكم اشي يا شباب صبايا؟ تفضلي. دكتورة بس يعني حبيت احكي اشي عن انه الضبط الداخلي. تفضلي دانا. ايش؟ انه هلا انت لما قلتينا انا فعليا لاحظت هذا الشيء عندي، انا كنت اسويه، هلا هو وقف بس انه ما كنت اعرف عنه، انه الضبط الداخلي كنت فعليا انه اي اشي بدي احب اسويه مثلا انا حسويه يعني، بس انه كنت اسال اختي مثلا انه تحكي لي صح، بس استناها تحكي صح انه بعدين اسويه، بس انا حسوي سواء انه قالت او لا، بس انه كنت احب ارتاح انه تحكي لي صح. مش غلط هلا، مش غلط نسال. ما احنا قلنا، هلا احنا قلنا انه انا لازم اسال، بس كيف بسال وقديش نسبه السؤال؟ هلا بس بعتمد على رايها هي ولا في؟ هلا انت شو حكيتي دانا؟ قلتي لا انه انت بتعتمدي على رايك وعلى قراراتك وانت جامعه معلومات مضبوطه، بس بدك تسمعي راي ثاني. مش غلط طبعا نسمع، بس انا بحكي على الناس الثانيه اللي ما بتسوي إشي الا لما تكون سائله شي 10 اشخاص، ما بترتاح الا لما تسال 10 اشخاص وكل واحد بحكي له إشي بغير رايه، عرفتي؟ هذا الغلط. بس انت اللي بتحكي ده عادي، طبعا لازم نسال، لازم نستشير، لازم نسمع. في يعني اختك في عندها خبره اكثر بهذا الموضوع، حتفيدك. يعني هذا ضبط داخلي ومنيح، يعني هذا بالاتجاه الايجابي مش بالاتجاه السلبي ده. عرفتي؟ يعني انت لما عم تحسي حالك انه سلبي ولا ايجابي؟ لا انا فعليا كنت احس سلبي، لانه يعني في اشياء انه يعني هذا اشي الي مش لازم استشير فيه حدا، بس انه فعليا هلا صار احسن. زي ايش مثلا انت بتستشيريها كنتي؟ يعني مثلا لا انه مثلا بالتوجيه، مثلا لما كنت انه انا كيف طريقه دراستي مثلا انه ضلت لي ماده انه من جدول اليوم ضلت لبكره، فعليا انا عارفه انه عادي انه لسه معي وقت انه مثلا للوزاري وانه لبكره انه يعني حرجع على حقها، بس مثلا بس بروح احكي لها انه تحكي لي انه طبعا عادي انه هيك انا ارتحت، قبل بكون شوي قلقان، بس انه بستناها تحكي لي وانه خلص، بس انه عارف انه انا صح، بس بكون في قلق.
عادي يعني هاي انت بديك كمان نظام مساندة يعني كل واحد فينا يعني مرات انت على سبيل المثال انا في اشي عارفة شو بدي اسويه شو بدي اعمله سأنا برفع التليفون بحكي مع امي شو ما تحكي لي بتطمني عرفت كيف بس انا متخذ قرار بس لازم يعني لازم الانسان لازم يكون عماله بيسأل لانه برضو بيدخل له نوع من الاطمئنينة بس انا مش توتلي معتمدة على انه اذا قالت لي لا انه لا عرفتي هي هاي القصة هلا انت بتقولي انه انت عارفة انه صح واللي عم تعملي انه صح بس برضو بنفس الوقت لا اكتر تطمني لانه اصلا جو التوجيه هو ما هو بيعمل توتر عند الانسان وهي اكثر خبرة وهي مرت بالتجربة فهي رح تعطيني تأكيد لصحة الاشي اللي انا حاسة انه صح وهذا الانسان السليم اللي بيعمله فهي اكدت لي وساعدتني على اني انا احس انه انا قراري اللي اتخذته هو قرار سليم مساندة لا 100% صح دانا طبعا عرفتي مش خطأ ابدا يعني انت ما تقولي انه هذا خطأ فيكي هلا وين بيكون الخطأ يعني على سبيل المثال انا معاي مصاري بدي اشتري سيارة اوكي في انواع بناء على البادجت اللي انا حاططها عندي في ناس قلت لي زي ما قلت لك بدرس انا 1 2 3 بلاقي انه هاي لونها هذا اللون اللي بدي اياه هذا النوع هذا الكذا هذا الملائم مع البادجت تبعتي ما عنديش غير هالبادجت هاي هاي الخيارات المتاحه لي ضمن هاي الفئه خلص بروح بسال هلا مرات في ناس يمكن تسالني بقول لك لا كيف تشتري هيك شيء ليش تشتري هاي السياره السياره مش نافعه بتقولي لي اشتريتها بسكت مين قال انها مش نافعه ليش انت قلت انها مش نافعه عرفت كيف؟ هلأ لو أنا سيناريو تاني إنه بدي أشتري السيارة لا مش نافع هاي كذا كذا مع إني أنا كنت مقرر إنه مثلا بدي أشتري ببطل مثلا بس هي نافع طيب ناس تانية مثلا اللي بلاش مش سأل بس واحد بروح بسأل 4 أو 5 وبضل تحسي عليهم إنه عم يغيروا رأيهم بناء على آراء الناس الثانية لأنه هدول الضبط الخارجي هم اللي مسيطر عليهم مش الضبط الداخلي يعني. هون الغلط عرفتي زي كيف لما تشوفي مثلا على سبيل المثال ناس ما عندهم مرونة نفسية كل ما سمع في مرض عن صاحبه قال لك صاحبه أنا رحت على الطوارئ إيدي شمال عم توجعني كذا حسيت فحصوني كذا ليلتها هو بحس أنه إيده شمال عم توجعه وأنه صاره ضيق نفس وانه هو نفس الاعراض اللي حكى له اياها صاحبه بتصير معه بانيك اتاك راح دغري على الطوارئ الفلان الفلاني سمع انه عنده كذا صار وسواس قهري هذا على فكره يعني هذا اللي عم نحكي عنه انه ما في ضبط داخلي يخليني انا اتحكم بحالي واتحكم بانه لا هذا الاشي صار مع صاحبي لانه صاحبه جسمه هيك انا ما مالي اشي مش بالضروره انا كل ما حدا حكى لي على عرض يصير فيي عرفتي هاد كمان مشكله يعني هاي مشكلة إنه أنا إذا كنت عمالي بمر فيها لازم أوقف حالي وأحاول إنه أنا أغير بالطريقة اللي أنا بتعامل فيها بهاي القضايا لأنه هاي القضايا ممكن إنه لبعدين تصير تتطور عند الإنسان بحالات غير سادة أبدا وتأثر عليه وتأثر على حياته فلازم الواحد ينتبه إنه إيش الإشي اللي أنا بفكر فيه كيف بفكر فيه هل بفكر فيه صح ولا مش صح إيش درجة الصح إيش درجة الخطأ نسبتها مش بضرورة يعني أصحاب الضبط الخارجي الآخرين بتسيرهم الظروف بتسيرهم المواقف بتسيرهم كل شيء مسيطر عليهم بينما الضبط الداخلي لا عارف حاله وين رايحة وين جاي شو بدها تسوي شو بدها تعمل طب كيف بدي أسير يا دكتورة عندي صاحب ضبط داخلي بتحكي بتقولي أنا كيف بدي أسير بالانتباه والدراية والتجريب والمحاولة والتقييم ذاتي وإيش الأفضل بالنسبة إلي بطلع على توابع توابع مسلكياتي واستجاباتي توابع مرضيه مش مرضيه ليش مش مرضيه ليش انا بضلني بهذا الكون ولا بدي اغير بسال حالي وبناء على هاي الشغلات ممكن يصير عندي الشيء اللي انا بدي اياه يعني اول واحد بده يغير بحاله هو الانسان يعني انا نفسي انا اللي بدي اغير بحالي انا اللي بدي اشوف شو اللي بدي اياه وين بدي اوصل كيف بدي احققه مش بسرعه رح يصير هذا الشيء بده تجربه مشان هيك عم بحكيكم بقول لكم هلا وانا عم بدرسكم النظريه هاي انه لما كنت انا بعمر معين اللي هو زيكم وباخذه اوكي في اشياء انترستد يعني كنت هذا بس ما كنت افهم شو معناها لوين بتوصل مع الزمن والنضج والتعلم والخبره
بتصير تربط وتحلل وتقول اه قديش هذا الحكي مهم، هديش ما هي مدركات وبتكبر اعزائي، يعني مدركات بتتطور مع الواحد وبالخبره بيصير الاشي اللي هو بده اياه. ويعطيكم العافيه اليوم هدين، اليوم انا ما بعرف شو قصتكم دكتورة. يعطيكم العافيه. تفضل. هلا كنت احكي بس ما بعرف اذا حد بالنسبه لي عندي وسواس قهري او لا، بس انا مثلا الفرن، الصوبه بدني اتفقد الغاز، الباب البيت، يعني قديش زيد هذا الاشي بيصير معك؟ يعني وصف لي مثلا باليوم، اليوم شو تفقدت؟ زيد وين رحت؟ زيد اه دكتورة في حد طلعني من الميتنج. بس مين عم بيطلعك من الميتنج؟ بدهم يطلع بدهم يخلصوا مع امي يا زيد، فهمت علي؟ آه مرة جاي. لا لا ليش ليش احكي كم مرة باليوم بتصير معك؟ يعني احيانا مرتين ثلاثة مثلا، بس بصحى عشان اتفقدهم باب البيت، باب البيت مثلا. هيك. يعني باليوم مرتين ثلاثة وانت قاعد بقلب البيت. طب وايش كمان بتسوي؟ يعني بس بروح بتفقدهم، بعرفش اذا حد وسواس قهري او لا. هلا استنى، هلا انت مثلا اليوم امبارح، امبارح كم مره تفقدت الباب البيت؟ لازم كل يوم اتفقدهم، ممكن مثلا مره، احيانا مرتين ثلاثه مثلا. انه مقفولين او لا؟ الغاز مثلا. الغاز انت بتطفيه يعني وانت بقلب البيت؟ انت عايش لحالك؟ لا مع اهلي. مع اهلك؟ انت بتطفي الغاز ما بتخلوه شغال؟ لا انا بطفيه. ليش؟ ما بعرف، يعني ما بتذكر انه كان مثلا في اشي ببالي زمان صار اشي مثلا عنا عشان هيك خلاني اعمل. طيب والباب يعني ايش بتقوم تكون قاعد معهم سهران بتروح تشوف تفقد الباب تريد بترجع؟ يعني مثلا قبل ما انام بروح بتفقد الباب. طيب عادي انا بتفقد الباب وانا قبل ما ارجع. بس لا مثلا اكثر من مرة يعني. ادي انا عم بنسى، بتعرف شو بيكون ماله؟ ممكن يكون بالك مشغول، يعني ممكن يكون الواحد باله مشغول، ممكن يكون الواحد عم بفكر باشي، يمكن يكون الواحد قلقان، يمكن يكون الواحد متوتر، يعني مش بضروري انه يكون في عندي وسواس قهري، عرفت كيف؟ كلنا بتصير معنا، بس قديش كيف بدك تقيس انت؟ بدك تلاحظ حالك قديش حدتها، شدتها وتكرارها. يعني هلا كل الناس مثلا بتنزل على السياره بترجع مره ثانيه بتروح على الباب البيت بتتاكد قفلته ولا لا. بتصير معك هاي؟ هلا انا مثلا بس بصحى عشان اتفقدهم برجع بنام. بتصحى عشان تتفقد البيت مع انه انت قافله، ليش؟ كم من واحد في فرد بالعيله؟ هلا احنا خمسه بالبيت. وفي واحد طالع واحد فايت وواحد كذا وواحد كذا؟ لا يعني ممكن لا بتكون قفلت وحدا يطلع؟ لا بس ما بعرفش ليش. يعني ابوك موجود وامك موجوده؟ بتتفقد انه اذا الباب مقفول ولا لا؟ ليش صار حواليكم حادث، سرقه، كذا، قتل، اي شيء؟ هلا جيراننا صار عندهم يعني سرقة. فهمت عليك. هلأ لما يصير زي هيك موقف، مشان هيك عم بسألك أنا هاي الأسئلة، لما يصير زي هيك الأسئلة، يعني لما يصير زي هيك موقف، طبعا إحنا صارت عنا يعني تتوتر وتقلق وبصير معك هاي الأشياء وبتصير حريص أكتر، يعني نتيجة الموقف اللي أنت صار معك، بس مش بالضرورة أن يكون أنت عندك وسواس قهري، فهمت علي؟ عادي كنا نطلع بتفقد، أنا لازم أتفقد لأنه صار في حدث مثلا وهذا الحدث بيخليك انك انت تكون قلقان، بس مش بالضرورة ان يكون عندي وسواس قهري، عرفت كيف يا زيد؟ يعني ما بدك كمان هاي الافكار تسيطر عليك. عادي يعني عادي. اوكي يعني بيقوم الواحد ايش بتحكي لي مثلا كل ما تفقد الباب البيت مثلا احكي ان انا تفقدته عشان ما تنسى يعني. ايوه او حط علامة او حط دلالة، يعني عادة احنا ما بصير معانا هيك انا بكون مشغول، ممكن انه يكون احنا في دائم. انت صار حادث السرقه هذا زمان، يمكن سنتين سنه شوي هيك شيء، سنتين، بس صار شيء كثير مؤذي يعني. لا مجرد انه ناس فاتوا واخترقوا حرمه العماره ولا حرمه هذا شيء بيقلق. هلا على ناس بيكون الضغط هذا اكثر من ناس ثانيه، بس بتتحكم بحالك، عرفت كيف؟ يعني بدك تصير انت زي ما عمالها تحكي لك امك، وبنفس الوقت بده يكون انت كمان يعني في عندك ضبط داخلي لذاتك انه انا خلص قفلت الباب، الباب انقفل مفيش حدا بيفتحه،
حاطين انت سكيور ما حدا شيء امن شيء ما عرفت كيف يعني. انت لما الحدث اللي صار معكم مش قليل يعني مو قليل, بس بنفس الوقت ما بدك اياه هالقد يسيطر على حالك, يعني بدك تكون حريص بس بنفس الوقت بدك تكون عمالك تتحكم بحالك عرفت. دكتورة هذا يلا يعطيكم العافية أعزائي أهلين حبيبين يعطيكم العافية, وهي أنا أخذت الحضور والغياب وإن شاء الله بشوفكم الأسبوع الجاي. ديروا بالكم على حالكم وعلى على أهليكم وستي سيف. يعطيك العافية حبايبي يعطيكم العافية يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم يا رب الله يعافيكم. وين هي الستوب ريكوردينج؟ خلص تقدر تطلع, أخذت الحضور والغياب أنا.